يشارك وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الدكتور عبد المنعم البنا في الاجتماع السنوي 42 لمجلس مساهمي الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي الذي يعقد بالمملكة العربية الأردنية الهاشمية من 10 حتى 11 من أبريل الجاري. وقال البنا في تصريحات صحفية قبيل مغادرته البلاد إن الاجتماع يأتي ضمن الاجتماعات السنوية للهيئات العربية المالية المشتركة بمشاركة مصر باعتبارها من الدول المساهمة في رأس مال الهيئة. وأكد وزير الزراعة أهمية الدور الذي تقوم به الهيئة في تعزيز سبل التعاون الزراعي بين الدول الأعضاء وتحسين مناخ الاستثمار فيها بما يساهم في تحقيق التكامل بين الدول العربية وتحقيق تنمية زراعية مشتركة. أشار البنا إلى أن مصر حريصة على تشجيع الاستثمار في المجال الزراعي النباتي والحيواني والداجني والسمكي، وذلك في ظل المشروعات الزراعية القومية الكبرى التي تفتح الباب بشكل أوسع للاستثمار.